ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إسماعيل المحيشي الباحث والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل مساء الخير. البعثة الأممية اليوم تقر بوجود عمليات خطف وقتل واعتقال قامت بها ميليشيات حفتر، هل يؤسس هذا لأرضية أو قاعدة للانطلاق منها لمحاسبة هذه الميليشيات دوليا؟ تحية طيبة لك والأخوة المشاهدين الكرام. للأسف لم تستثمر حكومة الوفاق ولا وزارة العدل ولا الجهاز القضائي هذه التقارير الدولية. هناك العديد من التقارير من خبراء الأمم المتحدة وتقارير حقوقية من منظمات دولية وكذلك تقرير السيد الأمين العام للأمم المتحدة، كلها تشير وتوضح الانتهاكات والجرائم التي قام بها مجرم الحرب خلال إدماره على طرابلس. لكن للأسف هذه التقرير قد تكون نقطة إيجابية في حالة تم استثمار الأمثل، تم من خلالها إحالتها إلى منظمات دولية ومحاكم دولية وكذلك حتى إلى دول أوروبية لرفع قضايا في مجرم الحرب الذي يقوم بالانتهاكات إلى حد هذه اللحظة، والضحية هم المدنيين الذين نتابع فيه ويتابع فيه كل المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية. طيب دكتور إسماعيل، لماذا تسمي هذه البعثة، تصر على تسمية ميليشيات حفتر بالجيش الوطني الليبي رغم إقرارها بارتكابه لجرائم خطف وقتل وتعذيب، يعني أفعال لا يفعلها إلا الميليشيات، لماذا تصر على تسميته بالجيش الوطني الليبي؟ هل هي محاولة لإسباغ الشرعية عليه؟ للأسف من أعطى الشرعية لخليفة حفتر هو حكومة الوفاق وحكومة السراج ووزارة الخارجية، عندما صرح وزير الخارجية بأن ما يقوم به خليفة حفتر فهو قائد الجيش حسب صادر من مجلس النواب في ذلك الوقت، وقال أن هذا الجسم هو جسم شرعي وأن حفتر هو قائد الجيش. من اعترف بحفتر وأعطاه الشرعية هي حكومة الوفاق. شهد السيد سيد السراج يجتمع مع حفتر في روما وكذلك في باريس وفي العديد من الدول. إذا نتكلم نحن عن شرعية أعطيت له من خلال هذه الحكومة، لكن في نفس الوقت بعد أربعة تغير المشهد السياسي وبدأ السيد سيد السراج ووزير خارجيته يتكلمون عن هذا العدوان وعن هذه الجرائم، لكن في نفس الوقت لم نشاهد جهود حقيقية لا سياسية لا دبلوماسية لا حقوقية لا عدلية لرفع قضايا في خليفة حفتر في المحاكم الدولية وكذلك في الدول الأوروبية. إلى حد هذه اللحظة يستقبل خليفة حفتر في إيطاليا وفي فرنسا وفي العديد من ولا وجود لحكومة الوفاق، مع العلم حكومة الوفاق هي من تعلق الاستقرارات الليبية في الخارج وهي من تعين السفراء والملحقين. وللأسف بعد مرور أكثر من سنة لم نشاهد أي حراك من أي سفير ولا مرحق ليبي في الخارج حول هذه الانتهاكات. الكل صامت، الكل يهمه المزايا الشخصية والمكاسب ولا أكثر ولا أقل. كان من العذر بحكومة الوفاق أن تكون لها جهود سياسية ودبلوماسية وحقوقية وعدلية ورفع قضايا، وأن يكون هناك خطاب سياسي مهم كان على السيد فايز السراج الخروج لوسائل الإعلام الأجنبية بالذات في هذه الظروف الذي يكتسح هذا الوباء العالمي الكثير من الدول كإيطاليا ومصر، وأصبحت ليبيا مهددة. ليبيا الآن مهددة في اكتساح هذا الوباء، مهددة بما يقوم به مجرم الحرب من جرائم حول المدنيين في طرابلس. الوضع الاقتصادي خطير، الوضع المؤسساتي منقسم. كان على السيد سراج خروج وسائل الإعلام الأجنبية وإعطاء صورة موضحة لما يحدث في ليبيا، ويحمل المجتمع الدولي ويحمل كذلك الأسرة الدولية كل ما يحدث في ليبيا، ويطالب منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم في ليبيا، مع العلم أن الإشكالية في ليبيا معقدة، هناك مدن معزولة عن أخرى وهناك انكسار مؤسساتي وهناك ضعف وعدم وجود حكومة حقيقية تستطيع التصدي لهذا العدوان إلى حد هذه اللحظة والتصدي لهذا الوباء العالمي الذي يكتسح المنطقة بأكملها. إذا كان حفتر قد سمي أو أطلقت عليه الشرعية من قبل حكومة الوفاق فلا عتب على الغرباء. إذن أشكرك الدكتور إسماعيل المحيشي الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.